السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي، وهي حلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام الأداة الرائعة فلاتر. والنهاردة هنكمل كلامنا عن البلوك باترن بتاعنا والمشروع اللي بنغير بيه السيمز، فخليكوا معانا. اخر حاجة عملناها في البروجكت بتاعنا ان احنا عملنا الملفات السيمز بتاعتنا، المفروض ان البروجكت هيتنقل بينها اهيت ماشي، وعملنا السيم بلوك والسيم ايفنت والسيم ستيت. تعالوا بقى نمبلمنت الكلام ده كله في ايه، في المين دوت دارت، ونبدأ ايه نعمل واجهة التطبيق وال البروفايدر بتاع البلوك باترن، ونبدأ ننفذه على البروجكت دوت. تعالوا بقى نمبلمنت البلوك هنا، فهنمبلمنته عن طريق السيم دوت. بس الاول ممكن ناخد الماتيريال اب دوت كنترول اكس، ونخلي الريتيرن هنا للبلوك بروفايدر بتاعنا زي ما استخدمناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. والبلوك بروفايدر دوت قلنا ان هو بياخد حاجتين، اول حاجة البيلدر، اول حاجة الكرياتور ماشي. والكرياتور هنحط فيه هنا كونتكست اللي هو بي ريتيرن البلوك باترن بتاعنا اللي هو ايه السيم بلوك اوكي. وتاني حاجة بياخد هنا تشايلد، طبعا التشايلد دوت زي ما عرفنا قبل كده نحط فيه هنا البلوك بيلدر ماشي. وطبعا البلوك بيلدر دوت هندخل فيه جينيريك لينا السيم بلوك والسيم ستيت اوكي. انا وقفنا هنا كده عشان يجيب اللايبراري تمام كده اهوت. وهنا بعد كده بقى هيتكلم عن ايه البيلدر. البيلدر بتاعنا هيبقى عباره عن الكونتكست والستيت بتاعنا، نبعتهم كونتكست هنا ستيت ماشي، نفتح القوس ونقفله، وجواه هنعمل ريتورن للماتيريال اب بتاعنا، للماتيريال اب بتاعنا اللي كنا عملنا له كات قبل كده. ونيجي هنا ونحط ايه سيمي كون برضو ماشي، ننظم الكود بتاعنا بالطريقه دي. فكده يبقى احنا دخلناه جوه البلوك بروفايدر والبلوك بيلدر. ممكن كناحيه تنظيميه بس ان احنا ناخد الميثود ديت بتاعت البيلد كلها كده اهوت ماشي اهيت كده، ونعمل لها كنترول اكس، ومثلا نحطها هنا تحت ويدجت، ونسميه هنا مثلا ايه بيلد ويز سيم ماشي. ونبدا نحطها هنا كنترول في ماشي، وهنا نبدا ندخل الكونتكست والستيت. الكونتكست ده اللي هيبقى هو البيلد بيلد كونتكست، والستيت ده طبعا اللي هو ايه السيم ستيت ماشي. ونبدا نستخدمه هنا اهوت فوق بيلد والسيم تمام كده اهوت، يعني كناحيه تنظيميه كده يبقى شكله ايه افضل، بحيث ايه كل حاجه تبقى الكود بتاعها ايه في حته ايه لوحدها. وهنا بقى السيم دوت نلغي بقى الحته ديت، ونخليه هنا state dot sim data ونحط كوما. وهنا يبقى السيم بتاعك جاي من ال state على طول ايه لي الماتيريال اب بتاعك. بس احنا بقى عاوزين يعني نعمل زي لستة كده او صفحة تانية نخلي اليوزر منها يخش يكليك يختار ايه السيم بتاعه عشان يتغير على ايه التطبيق بالكامل. تعالوا نروح على الفولدر اللي اسمه هوم، ونعمل فيه هنا دارت، ونعمل هنا هوم بيج كده اهوت. هنستخدم هنا في البيج دايت هنستخدم هنا امبورت للماتيريال دوت دارت. الهدف من الصفحة ديت ان انا اعمل نافيجيتور ينقلني للبريفرنس بيج ماشي. هنعمل هنا كلاس الهوم بيج ماشي، وهنخليه بي اكستندز من الستيت للسويدجيت، او ممكن نعمل كده ستيت للسويدجيت ونسميه هنا هوم بيج بدل ما نقعد نكتب اكواد كتير ماشي. وهنا البيلد ويدجيت
هنخليه بيريتيرن سكافولد ماشي، والسكافولد دوت هنحط فيه اي بي بار. الاي بي بار هنحط له تايتل، هنسميه مثلا هنا في ويدجت تكست هنسميه هنا هوم، والتايتل دوت هنحط له هنا اكشن الويدنجز اللي فيها مثلا هنحط هنا ايكون باتون، والايكون باتون ديت هتبقى بتاخد هنا ايكون مثلا هنا ويدجت ايكون من ايكونز. انا بكتب بسرعة يعني، الحاجات دي المفروض الناس عارفينها. settings ومثلا هنقول هنا on press ماشي، ونحط ايه method عشان ايه البريس، وممكن نستخدم هنا النافيجيتور navigator dot of context dot هنا push و material page route. نفتح القوس ونقفله، وهنا هنحط فيه البلدر فيها هنا برضو نبعت كونتكست، ونقول مثلا ايه للصفحة الجاية ممكن هنسمي الصفحة ديت ريفرنس بيج ماشي، خليها دلوقتي كده سيمي كون. وبعد كده هننزل للبودي تحت بعد الاي بي بار، نعمل هنا بودي، وفي البودي دوت هنشيل هنا تشايلد سوري، هنحط هنا سنتر، والسنتر دوت هيبقى فيه تشايلد هنا كونتينر، والكونتينر دوت هنا تشايلد، و هنسميه مثلا هنا هوم، وهنا حط الكوم هنا، وهنا هنقول له هنا الستايل هنجيبه بقى من السيم بتاعنا هنا سيم اوف كونتكست دوت تكست سيم دوت ديسبلاي 1 سوري، هو ده ستايل بس استراكت ستايل علينا. وبعد كده نروح ناخد الهوم بيج ديت خلاص، ونبدلها مكان الهوم بيج في الويندو دارت هو مكان الاسكافولد ديت، شيلها مش محتاجينها خلاص ماشي، وتحط هنا الهوم بيج ديت. لو وقفت عليها كده اهوت هيطلع لنا الحمرا، هيقول لك هنا امبورت الهوم بيج ديت خلاص اهوت ماشي. فاضل بقى ايه البريفرنس بيج بتاعتنا، هنروح على بريفرنسز نيو دارت فايل ونعمل بريفرنس بيج اوكي، وهنا هنيجي هنا امبورت لي هنا الماتيريال دوت دارت ماشي، وهنستخدم بقى اللي هو الستيتلس ويدجت اهوت، وهنسميه هنا نفس الاسم اللي استخدمناه في البريفرنس بيجز هنا، ناخده هنا اهو عشان ايه لما نيجي هنا كده ونقف كده اهوت ماشي، هيروح على العلامه الحمراء هي امبورت، فكده مش هيعمل اي مشاكل هنا البلدر تمام كده اهوت كده تمام. نرجع تاني بقى للبريفرنس بيج، هنلغي الكونتينر دوت وهنستخدم سكافولد ماشي، وفي السكافولد دوت هنحط اي بي بي بار ماشي، اي بي بي بار بس هيبقى فاضي الاي بي بي بار ما عدا بس ايه التايتل بتاعه، هيبقى هنا التكست، والتكست دوت هنحط فيه بريفرنسز اوكي. وبعد كده ننزل نعمل البودي بتاعنا، والبودي هيبقى هنا عبارة عن ليست فيو ماشي، وليست فيو دوت بيلدر، وهنا هيطلب الايتم بيلدر بس قبليهم احنا هنعمل بادنج ماشي، والبادنج دوت هنحط ايدج انسيست دوت اول، وهنخليه كله بعيد عن بعضه 8. نجيب بقى ايه الايتم كاونت، والايتم كاونت هنستخدم هنا الاي بي بي سيم، وهنستخدم هنا الفاليوز واللينس عشان نجيب ايه العدد بتاعهم، هم 4 فهيطلع هنا الايتم كاونت بتاعنا 4. نيجي بقى للايتم بيلدر، هنستخدم هنا الكونتكست وهنا الاندكس ماشي، ونفتح القوس ونقفله كده اهوت. هنجيب بقى الاب بتاعنا من الكرنت اندكس بتاعنا عن طريق ان احنا نعمل فاريبل فاينل ونسميه مثلا ايتم اب بي سيم ماشي، وهنقول له هيساوي اب سيم دوت فاليوز بس ايه من الكرنت اندكس بتاعك تقدر تعرف ايه الرقم بتاعنا. بعد كده هنخليه هنا يريتورن
كارد، كارد اللي احنا عارفينه شكله، وهنجيب اللون بتاعه من جوه السيم بتاع كل سيم منهم، اي بي بي سيم داتا. طبعا هنبعت له الانيوميريشن اللي انا مخزنه في الايتم اي بي بي سيم دوت برايمري كالر. وبكده يبقى انا ايه بعت له ايه الكالر، ايه اللون بتاعه من داخل ايه السيم ذات نفسه اللي ايه اللي انا بعت. عشان اجيب بقى الاسم بتاعه هدخله في التشايلد، هنستخدم الستايل ونحط نقول له ان التايتل بتاعه، سوري التايتل بتاعه عبارة عن تكست، والتكست دوت هنا ايتم اي بي بي سيم دوت تو سترينج، ماشي. وبكده يبقى احنا كده ايه جبنا ايه الاسم بتاعه برضو من ايه الليسته بتاعت ايه الانيوميريشن بتاعنا. ممكن نزيد الموضوع اكتر بان انا ايه في التكست دوت بعد ما جبت التكست استخدم بقى ايه السيم، ماشي. احط هنا ممكن الستايل، والستايل مثلا هنقول ان اي بي بي سيم داتا هنا ايتم سيم، ماشي، دوت تكست سيم دوت بودي 1 اللي هو ايه الديسبلاي بتاع السيم بتاعه الديفولت في السيم ده. نيجي بقى لأهم حتة في الموضوع ده كله اهوت، ان انا اجي احط الاون تاب تحت هنا التكست مثلا هنا الكارد هنا الاون تاب، وفي الاون تاب ده طبعا نحط ميثود عادية خالص، وهبدا اجيب بقى ايه البلوك بروفايدر اللي انا استخدمته في المرة اللي فاتت اوف، وهنا الكونتكست بس هستخدم بقى ايه الجينيريك عشان ادخل اسم ايه البلوك بتاعنا سيم بلوك، وهنا طبعا عشان انسيرت سيم بلوك دوت دارت، ماشي. وهنا هقول له هنا دوت اد ندخل الايفنت بتاعنا يعني ممكن نعمل ميثود اسمها سيم هنا شانج، ماشي ماشي. ومثلا هنبعت لها السيم، ماشي. السيم دوت هيبقى هنا الايتم اي بي بي سيم بتاعنا، ماشي اهو كده، ونرن كده اهوت، وهيفتح البروجكت بتاعنا عادي. طبعا مش واخد الالوان الطبيعية بتاعة الفلاتر، بس لو دوست هنا صفحة البريفرنسز هتلاقي هنا السيمز المختلفة. شوف لما دخلت هنا الدارك، هنا الدارك طبعا قلب اسود، شايفين الجرين لايت اهوت ده لايت، البلو لايت ماشي اهوت، البلو دارك اهوت. وبكده احنا عرفنا نعمل داتا بتقدر انها تغير السيمز بتاعت ايه الابليكيشن بتاعنا بس بمجرد ايه شوية ضغطات ايه بسيطة عبر طبعا تكنولوجيا البلوك باترن بتاعنا. في نهاية الحلقة بتاعت النهاردة يعني الناس هي شافت ازاي ممكن اعمل تطبيق اغير بيه السيمز بتاعت التطبيق بتاعي عن طريق التكنولوجيا بتاعت البلوك. واعتقد بعد كل التدريبات اللي قمنا بيها على البلوك اعتقد كده موضوع البلوك بقى واضح للناس وبقى فاهمين يعني ايه بلوك باترن وازاي انت بتستخدمه في المشاريع بتاعتك وايه فايدته بالظبط وازاي بيحول اي ايفنت بتبعته زي الايفنت بتاع السيم تشينج دوت الى استيت تقدر تستخدمه ايه في البروجكت بتاعك عن طريق ايه البلوك بروفايدر. في النهاية ياريت الناس اللي عنده استفسار ما ينوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمة.